عندما يذهب الشهداء إلى النوم ناجي العلي هذا الفنان الإنسان الذي أضحت ريشته أشبه بمبدع جراح كانت وما زالت مغموسة بالدم تنفذ عميقا عصية على كل أنواع التخدير فتستفز ألم فقدان الوطن وتحرضه غضب هكذا ناجي رسم كثيرا وكثيرا خدش حياء المتسترين والمنافقين والدمويين قال ما يريد دون ما تراجع أو تذبذب واهتزاز عاش مخترقا دلالة الزمان والمكان كان العاشق وكانت فلسطين هي الحبيبة فكان ذنبه عشق الوطن وجريمته الإخلاص رحل ناجي رحل جسدا وبقي كلمة وفنا خافوا الصدق فيه خافوا الشجاعة فيه فقتلوه لن نرثي جسد الفنان أو نبكي حنظلة ولكن نبكي كلمة لم يقلها ورسمة لم يرسمها
قياسة أخرى فلا تذهب تماما. فيما تفتح من رضيع الأرض، فيما فجرت سيارات فينا من ينابيع، ولا تذهب تماما في شظايانا لتبحث عن نبي في كناما. هي هجرة أخرى إلى ما لست أعرف، ألف سهم شد خاصرتي ليدفعني أماما. لا شيء يكسرنا